اهلا بكم من جديد. الحقيقه ده حوار من الحوارات اللي انا شخصيا بستمتع بيها لان انا بستمع اكتر ما بسال. دكتور يوسف زيدان ليس فقط روائي، يمكن الناس عرفته اكتر من عزازيل وروايات اخرى. عزازيل طبعا خدت جوائز عالميه وروايات اخرى اثارت جدل كبير، لكن انا بعتقد ان اهميته كمبدع ويعني كفنان وشخص باحث هو في بحثه في التراث العربي الإسلامي، في فكرة الفهرسة والمخطوطات وعلم المخطوطات والفهرسة. ده علم معقد جدا، لكن هو قضى جزء كبير من عمره مكرس للمخطوطات والفهرسة، وإزاي يقرأ المخطوطات وإزاي ياخد باله منها ويحتضنها ويفهرسها بشكل دقيق. وكان له طبعا باع في مكتبة الإسكندرية حتى اضطر لتركها لأسباب كتيرة. يعني دكتور يوسف زيدان هو ضيفي النهارده، وانا ضيفته النهارده، وهو اللي هيتكلم وانا اللي هسمع. اهلا بيك. اهلا بيك ست. اهلا بيك. ليه بتسمي السنه دي سنه الفلسفه؟ انا بعلنها سنه للفلسفه فيما يخصني انا. يعني لانه مصر والمنطقه العربيه كمان اكتر شيء محتاجه له الان هو الفلسفه والمنطق. لا الازمه الاقتصاديه ولا الهرج اللي في الشارع ولا المهرجانات الإعلامية اللي بيعملوها بعض الجماعات الدينية، كل ده كلام صغير ومش هو ده الحقيقة. الحقيقة ان العقل الجمعي المصري محتاج لترشيد. مفيش حاجة بترشد العقل الإنساني إلا الفلسفة والمنطق، وهنشوف لو دخلنا في التفاصيل كيف يمكن الخروج من جزء كبير جدا من المشكلات المفتعلة في مصر. وأنا أعتقد أنه 70% من مشكلات مصر غير حقيقي الموجودة حاليا مفتعلة، وهي من باب علاج الأزمة بالأزمات. يعني قبل الاستفاقة أو استفاقة الجماعة من أزمة ما يتم تصنيع أزمة أخرى تاخد أشكال كتير، بقى تاخد أشكال فتنة طائفية، تاخد أشكال الرئيس يقول حاجة ويرجع فيها، تاخد أشكال أنه المؤسسة الرئاسة تقول حاجة ومش عارف مين يقول حاجة تانية فيبقى هو اللي أعلى من مؤسسة الرئاسة، أنه يجي حد يعمل شغل كويس فنفاجأ بأنه تشال، وفي حين اللي بيعمله شغل مش كويس قاعدين. كل ده مفتعل وممكن حله في 10 أيام إن صدقت النية. كيف نستوضح هذا؟ محتاجين عقل صافي، محتاجين فلسفة، محتاجين قياس الأخبار قياس عقلاني، وبالتالي محتاجين المنطق. قبل ما أسألك في قياس الأخبار، عندنا وقت للفلسفة؟ عندنا وقت لهذا؟ يعني احنا كل يوم مثلا هنا مصنع الأخبار، في مصنع الأخبار بنقرأ الأخبار كل يوم، بنجري في مصانع للأخبار كل يوم في خبر. احنا ما عندناش وقت للفلسفة. ما اعتقدش ان العقل حتى صانع القرار المصري، هل صانع القرار لديه وقت للفلسفة؟ سيبك من صانع القرار، احنا ما عندناش صناع قرار حقيقيين في مصر. احنا عندنا ناس غالبا مؤقتين في مناصبهم، كل الهيراركي او النظام الهرمي المصري ده مؤقت الموجود حاليا. مؤقت ازاي؟ ده رئيس انتخب باربع سنوات، عندك انتخابات مجلس الشعب. يعني عندك لا مجلس الشعب اللي جاي حاجة تانية، انما الموجودين حاليا لا دي حاجات مؤقتة. التوقيت ده مدته قد ايه بالنسبة لك؟ والله انا قلت اول ما الثورة قامت، بس الناس ما خدتش بالها قوي، انه قدامنا لكل سنة فاتت شهر، واحنا قضينا ما بين فترة مبارك وفترة الضباط الأحرار ما بين 60 و30 سنة، وبالتالي قدامنا ما بين 30 و60 شهر. يحصل فيهم ايه؟ يحصل فيهم ان الاشياء تظهر. احنا قمنا بالثورة دي بالاحساس مش بالمعرفة. يعني كنا عارفين ان الدنيا بايظة، بس مش عارفينها بايظة قد ايه. صحيح. وبعدين اطلقنا شعارات، او الشارع اطلق شعارات حتى ما حدش فكر فيه، عيش وحر، عيش. دي تبقى ثوره ناس شحاتين مش ثوره شعب مجيد. عيش ايه؟
ما المساجين عندهم عيش وحلاوة. هو العيش هو رمز للحياة، لأكل العيش، لحياة أفضل، حياة اقتصادية أفضل، وضع اقتصادي أفضل. بس الثورة ما تقومش عشان العيش، الثورة مفهوم أجل من هذا. ما هي قامت من أجل الحرية أيضا والعدالة. ماشي، يبقى نقول إيه ثورة الحرية. ثورة ضد توريث رئيس الجمهورية الحكم لابنه. ثورة ضد الانتهازية اللي كانت منتشرة والفساد الكبير. إنما عيش، شعار الثورة عيش، وبعدين عيش وننقل منه على حرية، المسافة بينهم بعيدة جدا. زي مرة أيام ما هيجونا الجماعات الفئوية وتم تهيجها مش هيجانها، عشان تفرق. لان انا فاكر كنت في يوم في الصيف العقب الثورة على طول، كنت بقيت في القاهرة علشان كان تاني يوم الصالون في ساقية الصاوي، فجابوا لي في الفندق الصبح جنان الاهرام. وانا من يوم ما شفتش جنان الاهرام بالمناسبة، او لاني خدت على نفسي عهد بكده قرار قدام الناس. يومها كان وانا جاي من اسكندرية شايف مدير الامن مال يلم يعمل إزالات وكده، يعني أحد المحاولات اللي كانت جارية في الوقت ده. وكان هنا في القاهرة مدير الأمن نازل على العتبة وبعض الأماكن وبيحاول. ده كان الفعل الحقيقي الذي يجري في الشارع المصري. منشط الأهرام نزل يومها، هو كان يوم أربع بس أنا مش فاكر طبعا، أربع أول في الشهر اللي هو موعد الصالون. المنشط مكتوب المظاهرات الفئوية تجتاح البلاد. خدت معايا الجورنان وفي الصالون قلت لهم هو احنا مش عايشين في البلد دي؟ حد منكم شاف مظاهرات فئوية تحتاج البلاد تجتاح البلاد؟ فالناس سكتت. قلت لهم دي إشارة لتهييج المطالب الفئوية اللي هو اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، تهييج الناس بدل من ترشدهم عشان يطالبوا بزيادة. فلقيت ناس قطعين الكورنيش ايامها في اسكندريه وبيقول ورافعين مطالبهم، واحد تغيير رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب، اثنين صرف وجبه غداء. فقلت الواحد المسافه بين الاثنين كبيره جدا، يعني بتغير رئيس مجلس الاداره وجبه الغداء دي بكام؟ قال لي 170 جنيه. قلت له طب ممكن يدولك 170 جنيه هيطبعوا، كان ايامها المجلس العسكري هيطبعوا وبعدين يحصل تضخم والحاجة تغلى. قال لي نعمل حاجات تانية. مين اللي كان بيحاول يعني مين بيحاول في رأيك؟ المجلس العسكري كان بيحاول أن يزيد من الوقفات الفئوية أو المظاهرات الفئوية ليه؟ عشان يصطنع أزمات تمرر انسحاب أعضاءه الكبار من المشهد في سلام. ده تكنيك عسكري بيسموه الانسحاب تحت ستار الدخان. الناس اللي درسوا علوم عسكرية عندهم تكنيك في التقهقر، ان لما يكون مثلا مراكب في البحر او ناس على الارض وبينسحبوا، فيعملوا سحاب الدخان عشان لو جه قصف جوي يبقى عشوائي فهم يقدروا يتحركوا تحته. ما كان يجري في مصر كان سحاب الدخان. هل انقشع الدخان؟ بس للأسف المؤسسة الرئاسة لم تتخلص بعد من هذا التكنيك، لسه بتعمله. لسه بتعمل سحابات الدخان؟ آه. عشان تعمل ايه؟ هي مش عايزة تتقهقر؟ لا، عايزة عشان تمرر الامور. ان دلوقتي لما بتيجي عندك مشكلة ما بتتحلش المشكلة دي الا لما تركزي فيها. لو ركزتي فيها وتحلت تنكشف امور، بعض مصالح ناس لا تتفق مع انكشاف الامور، بدليل اشياء كتيره جدا بتمر في واقعنا. و يعني احنا لحد دلوقتي محدش قال لنا، وانا اتمنى انا مش ضد طبعا الرئيس مرسي، ده رئيس البلاد يعني واجب الاحترام بصفته رئيس الجمهوريه، انما كمان احنا واجبين الاحترام ويجب عليه ان يخبر المصريين لماذا كان معتقلا يوم قيام اندلاع الثوره. يا رب اتمنى ان يكون طبعا اعتقال ظلم، بس لازم يطلع يقول ده. ما ينفعش نسيب الامور معلقه وننتقل من ازمه بافتعال ازمات تانية لصرف الانظار، وبعدين نبقى مركزين في حاجه فيطلع لنا واحد ويصرح تصريح.
ايه التصريح ده؟ ان البنت تتجوز وهي عندها 11 سنه والدنيا تهيص وبتاع ويشتموا فيه وهو بقى يشتم فيهم. وانت عارفه طبعا مستوى قله الادب زاد الفتره اللي فاتت دي عند المصريين، بس دي ظاهره يعني مش محوريه قوي. وننسى الموضوع الاساسي. تفتكر دي سحابات دخان بتطلق؟ اه جزء كبير منها سحابات. شكل التطرف الزياده ده او السنتريك ده في مهرجين كتير في المشهد. زي مين؟ مين بيلعب دور؟ لا انا مش هقول اسماء بس معروفين يعني. اللي جاي يعمل غزوه الاعلام دي ولا مدينه الانتاج ده بيهزر. والله انا بشوف ده بانه حد دمه خفيف وما بقدرش اخده لان بشوف التاريخ على محمل الجد. والمهم ان هو نفس الشخص ده طبعا لازم هنقول اسمه بقى. جيت يوم راح ايه سخن، ما هو بيحب الحاجات كده، فقال انا رايح اسكندريه عشان انصر الاخوان المسلمين هناك. فكتبت له رساله قلت له يا شيخ انا عارف اسكندريه اكتر منك، اسكندريه هي اكثر المدن المصريه عنفا عند اللزوم، فبلاش تيجي وبلاش تبعت حد، لانه ده من يوم ما اتعملت اسكندريه لحد دلوقتي واهلها ليهم طبيعه خاصه. فما يعني ايه، انا طبعا كنت بتكلم كلام فصيح بس اللي هو بالبلد يعني ما تحكلهمش في مناخيرهم. هو ما جاش وبعت الناس وحصل الشارجر وقع والشحن راح وبعت انا كنت حزين جدا، كنت قاعد انا ومي بنتي اتفرج على البتاع دي، وطبعا قناه الجزيره بتخدم بقى الايام دي. فجايبه واحد ملوش اسم كده، وانتوا ناويين بقى الاعتصام يا دوم؟ يقول لها والله احنا اللجنه عماله تفكر وبتاع، وبعدين لقيت واحد ايه شيء كانه فيلم كوميدي، واحد شايلهم معديين من وراهم كده، الكاميرا ما راحتش معاه اللي يرجع للجزيره يوم. فالمذيع برضه يساله تاني، اذا هل سيظل قرار الاعتصام مؤجل الى صلاه المغرب؟ نعم فاننا وبيتكلموا قال يعني هم كده لغه عربيه، ويقول لك جيم وان الجماهير، وفجاه الجيم طلعت عندنا فجاه مش عربيه، الجيم القاهريه افصح، دي الجيم القرشيه، مصر اللي فتحها ناس كانوا من اليمن وكانت القبائل اليمنيه والنبطيه اللي موجوده في مصر، فالجيم اللي احنا بننطقها دي اكثر فصاحه في اللغه العربيه من الجيجي دي اللي طالعه موضه. المهم فهو يقول ايه ولكن الجماعه تمش، وبعدين واحد تاني معدي. قلت لها مي ايه ده في ناس بتعدي من ورا، مش عارفه. قلت لها تيجي ننزل، قلت لها بابا زحمه تحت. انتوا في اسكندريه طبعا. والمكان قريب، اصل انا الشيخ المحلاوي الحيط في الحيط اصلا يعني. طبعا في حاجه، وبعدين جابوا ستات بتخش الجامع. قلت لها لا مي في، فطلعت في البلكونه فلقيت ولاد، بس عشان تبقى دي شهاده للتاريخ، لا حد وجههم ولا الموضوع ده لا تقولي لي 6 ابريل ولا اليسار، لا ده دول ولاد اسكندريه، شباب اللي قاعدين على القهوه ايوه في اسكندريه، الجماعه دول مش عارف ايه، دول ولاد كذا، فراحوا طالعين. والفعل كان تلقائي جدا وممعن في العنف وفي قله الادب وفي حاجه حتى الاتوبيسات اللي جم بيها. طيب ازاي هقرا فعل هذا الشخص اللي هو بعت الناس؟ انه فعل تهريجي استغلالا للحاله العامه، في تفكك في البلد لانها لسه بتتماسك. ففي ناس بتستغل هذه الفراغات علشان تعبر بقى، اللي عنده ازمات نفسيه بقى ومشاكل مع المراه يطلع بقى يقول البنت تتجوز عندها 3 سنين وماله، ده مفروض نوديه مستشفى الامراض العقليه يتعالج. يعني ما نناقشوش يعني ما. كنت في مره مع زميله ليكي يعني المفروض انها ثوريه جدا وزلت جدا لان سابتني نص ساعه قبل الهوا علشان واحد بيقول لها ساقيه الصاوي دي معقل عبده الشيطان. فاول ما دخلنا على الهوا فبتقول لي معلش اخرناك، قلت لها لا ما انا ما كانش صح تاخريني عشان واحد بيقول لك في ناس بتعبد الكتكوت في ساقيه الصاوي، فانت ترد عليه بانه ساقيه الصاوي برضه بتقوم بدور كبير. لا انا بصلح لك، ساقيه الصاوي بتقوم بدور اكبر من دور وزاره الثقافه المصريه، ولازم نحط الاشياء في اماكنها. طريقه التفكير دي يا استاذه
طريقة فلسفية بتعنى بالكلي. لما يتم العناية بالكلي وبالقياس المنطقي للأخبار، مهما تدفقت أخبارك انت عندك قدرة ذهنية على فرزها بسرعة، فتقدري اللي بيهرج ده او اللي متصل عشان يشغل قناة تلفزيونية لمدة نص ساعة علشان يتهم اتهام مجال، وطبعا الناس نسيت، بس اللي حصل انه انشغلنا صح بها. زي ما حضرتك دلوقتي قبل ما نخش بس بلا لوم يعني، شايف عندك خبرين وكلمتك فيهم اول ما دخلت، ان انت بتقولي لي ان الان بكي غلص بيقول ان 34 واحد اختطف مسيح طبعا، وانت ما قلتناش طب هو كم واحد اختطف في مصر من ساعة الثورة؟ هتلاقيهم الاف، وهتلاقي الالاف دول 70% منهم مسلمين. نعم. يعني النسبة متحققة. فاحنا ما بنقولش الخبر او ما بنستوعبش الخبر بشكل عقلاني، وبالتالي ودي النظرة الفلسفية اللي احنا محتاجينها بنتوه فيه. يبقى اذا سنة الفلسفة سنة ملحة، بعمل الانشطه كلها، مناقشتي مع الشباب على الفيسبوك، ومقالاتي لو رجعت اكتب، الندوات، اللقاءات الثقافيه بتبقى كلها في الاتجاه ده. خلينا نقف هنا ونخرج فاصل. اذا عامل فلسفه بالنسبه لدكتور يوسف زيدان، والحقيقه اكيد احنا هنستفيد من ده. نتمنى ان لازم يكون عندنا وقت لقراءه الامور بالمنطق. انا شخصيا هستفيد منه في قراءه الاخبار، أن يكون لدينا وقت لقراءة الأمور بمنطق أفضل وبفلسفة أعمق. بعد الفاصل.